بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخوكم رامي من قناة رامي عزة، واهلا بكم في الدرس الثامن من كورس انشاء موقع الكتروني للربح منه. هذا الدرس بنتكلم فيه عن بناء صفحة ادواتي، اللي هي صفحة ادواتي او مصادري بالانجليش تولز او ريسورسز. مواقع بتسميها تولز، مواقع بتسميها ريسورسز، مواقع بتسميها ريكومنديشنز، ايا كان الاسم. هو الهدف واحد، ان انت في هذه الصفحة بتحط ايه هي الادوات اللي انت بتستخدمها في عملك. يعني لو الموقع بتاعك خاص بالتخسيس، يبقى اكيد بتحط هنا الادوات اللي خلتك انت تخس والادوات اللي انت جربتها بشكل شخصي. لو الموقع خاص بالسفر، بتبدأ تحط هنا الادوات اللي انت بتستخدمها لما تسافر. لو الموقع خاص بميك موني، بتبدأ تحط هنا الادوات اللي بتساعدك في نيتش ميك موني، وهكذا. الاول يعني انا عاوزك تبص على الصفحة نظرة سريعة، وبعدين نقول ايه هي النقاط دي. صفحة ادواتي هنا في مدونة رامي عزت، هوريك طبعا صفحة في نيتش عربي وصفحة في نيتش اجنبي. صفحة ادواتي هنا في نيتش صعب جدا ومعقد جدا، اللي هو نيتش ميك موني، يمكن اصعب النيتشات اللي ممكن الواحد يشتغل فيها اونلاين، لانها لازم تكون، لان في يعني تنافس رهيب في النيتش ده بالذات طبعا في السوق الاجنبي، وبالتالي لازم تكون انت شخص مميز وعندك محتوى حصري عشان تقدر ان انت تشتغل في النيتش ده. الصفحة دي انا كاتب مقدمة بسيطة، ان الصفحة دي انا بعتبرها كنز للجميع، وربما تكون اهم صفحة في المدونة. ليه؟ لان الصفحة دي انا بكتب فيها اغلب الادوات اللي انا بستخدمها في عملي الاونلاين، وبالتالي بوفر على الناس وقت كبير، ولازم يبقى ده هدفك من الصفحة. ما يبقاش هدفك استغلال الناس، او هدفك ان انت بتحط روابط افيليت وخلاص، لا، يبقى هدفك ان انت بتحط تجاربك الحقيقية، ما تحطش غير الادوات اللي انت بالفعل بتستخدمها او استخدمتها او بتثق فيها، او على الاقل تكون من مواقع موثوقة لو نيتش بتاعك انت. عشان في واحد ممكن يقولك انا هعمل موقع في نيتش الجولف، بس انا اصلا مش بلعب جولف، فالادوات انا ما استخدمتهاش، بس دارس السوق كويس. اه تقدر تشتغل فيه، لكن اكيد مش هيبقى بنفس الجودة اللي لو كان السوق انت فاهم له وشغال فيه. الصفحة هنا انا قسمتها، مثلا قلت الادوات اللي انا بستخدمها في مجال التجارة الالكترونية، قلت اداة زي شوبيفاي، بدأت اتكلم عن الاداة، مش مجرد ان انا بحط الاسم وخلاص، لا، بقول ان دي افضل منصة للتجارة الالكترونية على الاطلاق، اذا كنت ترغب في البيع اونلاين او البيع على شبكات التواصل الاجتماعي او افتتاح متجر خاص بك، فان شوبيفاي هو الاختيار الامثل لك. بعد كده بدأت أتكلم عن عرض حصري خاص بي أنا، إن نتيجة شراكتنا مع شوبيفاي فلقد حصلنا منهم على رابط يمنحك 30 يوم مجانا بدلا من 14 يوم. بعد كده بدأت أعمل كول تو أكشن، اضغط هنا لتحصل على 30 يوم مجانا، وهكذا في استخدام مجموعة من الأدوات. لا يوجد أداة داخل هذه الصفحة إلا وأنا استخدمتها وجربتها بشكل شخصي ومقتنع بيها. وفي نفس الوقت مش شرط ان انت الصفحة زي دي يبقى هدفك كله الاستغلال، يعني تقعد تحط رابط افيليت وخلاص، لا. يعني هنا مثلا موقع البيبال، انا حاطط الرابط واتكلمت على الموقع رغم ان انا ماليش منه اي عمولات افيليت. موقع الاي باي كذلك، الورد بريس كذلك، وهكذا. جوجل ادسنس، المشاركة مع امازون، سي جي، كوميشن جانكشن سابقا، كل دي روابط ماهياش اصلا روابط افيليت ليا. امال انا حطيتها ليه؟ لان مش هدفي من الصفحة هو استغلال الناس، لا، انا هدفي من الصفحة هو تسهيل العمل الاونلاين على الناس. الناس اللي عاوزه تشتغل تعمل ميك ماني، الناس اللي مهتمه بالنيتش ده، انا بحط لهم اغلب الادوات اللي بتساعدهم في هذا النيتش. طبعا هسيب لكم لينك هذه الصفحه تحت الفيديو، تقدروا ان انتم يعني تتصفحوا الصفحه وتاخدوا منها او تقتبسوا منها بعض الافكار وتطبقوها في النيتش بتاعكم. طيب انا لو رحت هنا للموقع اللي انا يعني بطبق عليه، ورحت البيجز واخترت اول بيجز، بعد كده جيت على كلمة تولز وعملت إيديت، أنا عاوز أكتب لك هنا يعني مجموعة من النصائح. أول حاجة، إن صفحة أدواتي يتم إنشائها على هيئة صفحة وليست مقالة، وبالتالي طبعا هيبقى الصفحة ليس لها تاريخ، ملهاش تاريخ معين، وفي نفس الوقت لا يوجد بها تعليقات، مفهاش تعليقات، يعني محدش، ما يهمنيش ان يظهر التاريخ اللي انا كتبت فيه هذه الصفحة، وما يهمنيش ان الصفحة يبقى موجود فيها تعليقات. طبعا دي امور يعني انا اكيد مش هبقى مهتم بيها داخل الصفحة. تاني حاجة، ودي حاجة يعني مهمة جدا، لا تضع داخل الصفحة الا الادوات التي
تستخدمها بالفعل ونجحت معك. طبعا اعذروني لو فيها مزات او اي حروف فلتت مني في الكتابة لاني بكتب بشكل سريع. يعني المعنى بتاع الفقرة دي ايه؟ ان لا تنصح بشيء لم تجربه، ما تنصحش بحاجة انت ما جربتهاش. يعني اوعى تنصح الناس بحاجة انت اصلا ما جربتهاش. تالت حاجة، حاول تحصل على عروض حصرية خاص بك. حاول تحصل على عروض حصرية خاصة بك، مثل الكوبونات مثلا والخصومات. ان انت تبدأ تكلم الشركة تقول لهم انا عندي موقع، انا هحطكم في صفحة الادوات بتاعتي، الموقع بتاعي بيجي له ترافيك بشكل كويس، عاوز عرض حصري منكم يبقى لزوار الموقع عندي، زي ما انا هساعدكم وهسوق لكم انتوا برضو تساعدوني وتدوني عرض مميز. في بعض الشركات بتوافق في هذه الامور، ودي طبعا بتبقى ميزة كبيرة جدا. الحاجة الرابعة، قسم صفحتك لأقسام. لو كان مجالك واسع، زي ما انا عملت في مدونة رامي عزت، الناس اللي مهتمة بالتدوين حاطط لهم الادوات بتاعتهم، الناس اللي مهتمة بالتجارة الالكترونية حاطط لهم الادوات بتاعتهم وهكذا. لكن ما يبقاش حد مهتم بالتدوين ويدخل يلاقي كله سايح في وسط بعضه، شوبيفاي على ووردبريس على كذا، لا، دي حاجة ودي حاجة. فابدأ ان انا اقسمها داخل الصفحة عندي. خامس حاجة، اوصف الادوات بشكل جيد. لازم تتكلم عن الاداة بشكل جيد. ليه؟ حتى يتعرف الزائر عليها قبل الدخول للرابط. يعني يهمني قوي مثلا على سبيل المثال هنا ان الزائر لما يبدا يشوف وورد او يبدا يشوف مثلا كونفرت كيت، ايه كونفرت كيت دي بالنسبه له؟ ممكن غريبه ما يعرفهاش، لكن لما يقرا يعرف ان دي من وجهه نظري انا افضل منصه لانشاء قائمه بريديه، اعتبرها افضل من باقي المنصات لانها تميز بسهوله الاستخدام وتحويل عالي جدا وطريقه الاوتو ريسبوندر بها رهيبه فعلا. لما يبدا يقرا كده هو فهم هو هيدخل على ايه قبل ما ينقر. ما اقعدش اكتب كده وتيجي تحط رابط افيليت وخلاص انا مش بكسب ليه، لا، لازم تساعد الناس، لازم يبقى عندك هذا الهدف. رقم 6، استخدم اضافه بريتي لينكس. هسيب لكم برضو الرابط بتاعها، او احنا كده كده هنشرحها ان شاء الله في الادوات. الاضافة دي طبعا الهدف منها للحصول على رابط الافلييت بشكل جذاب. طبعا الاضافة دي عشان برضو يعني نبقى كتبنا كل حاجة سنشرحها لاحقا، هيجي لها درس ان شاء الله هتكلم فيه عن هذه الاضافة بالتفصيل. انا طبعا هعمل ابديت عشان اللي عاوز يدخل على الموقع التجريبي اللي انا بشرح عليه، لان انا شاريه للاستضافه مدتها سنه. يعني لو انت بتشوف الكورس ده في خلال 2018 كلها ان شاء الله هيكون الدومين موجود مش هلغيه، تقدر تدخل عليه وتستفيد منه الحاجات اللي احنا عملناها. يبقى انت وانت بتكتب الصفحه لازم تراعي الست نقاط دول كلهم كاملين. هوريك دلوقتي على موقع اجنبي ونبدا نشوف هذه النقاط. دلوقتي عاوزين بقى نشوف مثال على موقع اجنبي، نفس الموقع اللي وريتكم صفحه ستارت هير في الفيديو اللي فات اللي هو موقع ترافل ميد سيمبل دوت كوم. لو فتحنا كلمه ريكومنديشنز اللي فيه هنلاقيها اللي هي صفحه ريسورسز اللي هي صفحه تولز، قلنا نفس الاسماء بتستخدم. الموقع ده بيتكلم عن السفر، في هذه الصفحه بيجمع لك كل الادوات اللي ممكن تخطر على بالك عشان تسافر. يعني مثلا دلوقتي انا قاعد في مصر وعاوز اسافر اقضي شهر في فرنسا، المفروض ان انا لما ادخل على صفحه زي دي الاقي كل الادوات اللي تساعدني عشان اسافر شهر من مصر الى فرنسا. لو نزلت هنا في الصفحه بتلاقي جايب لك بعض الادوات اللي موجوده قدامك، وبيبدأ طبعا يتكلم زي مقدمة، بعد كده بيديك بعض الروابط الخاصة اللي بتساعدك يعني في هذا الأمر. على سبيل المثال مثلا هنا accommodation بيتكلم عن الإقامة، بيديك المواقع اللي ممكن تحجز منها الفنادق أو تحجز منها شقق أو شاليهات أو اللي أنت عاوزه. موقع مشهورة جدا طبعا تريب أدفايزر، موقع بوكينج موقع شهير جدا، اير بي ان بي موقع مشهور جدا ايضا في تأجير الشقق سواء عاوز تأجرها يوم او اتنين او تلاتة، او لو انت عاوز تأجر لمدة شهر او شهرين، يعني عاوز تأجر فترات كبيرة، بتلاقي الموقع ده طبعا بينفعك. يبقى هو كده ساعدك في موضوع الاقامة. برضو هنا الامور الخاصة برحلات الطيران، تقدر تحجز تذاكر الطيران من هذه المواقع، ومديك طبعا كمية كبيرة من المواقع هو مسجل في معظمها
كافليت، وفي مواقع تانية ما تبقاش افليت برضو بيديلك كملحوظة، لان زي ما قلنا خليك امين وصادق لما تيجي تتكلم، مش لازم تنصح الشخص مثلا بالبنك الالكتروني اللي انت بتاخد عن طريقه عمولة، لا الشخص مع الوقت مش هيثق بيك، انصح الشخص بالحاجة الافضل لهذا الشخص عشان الشخص يثق فيك. الشخص لو وصل لمرحلة الزائر، وبالذات في السوق الأجنبي، لو وصل لمرحلة إن هو، والكلام ده عن تجربة، الزائر لو وصل لمرحلة إن هو يثق فيك نتيجة معلومات جيدة أنت قدمتها له، الزائر هيحب بعد كده، يعني هو اللي هيجري وراك، هو اللي هيحاول يدور على الروابط بتاعتك. بعد كده بنتكلم، بيديك هنا مقالات مهمة عن السفر، مقالات داخل الموقع بتاعه. بعد كده بيتكلم عن ترينز، طبعا هنا وسائل المواصلات، القطارات، وبيديك مواقع تقدر تحجز منها القطارات، رابط اخرى في امور كتيرة. بعد كده جاي باج اللي هي شنطة الظهر، بيقول لك تحط ايه في الشنطة نفسها، وبيديك روابط الى، يعني روابط الى مقالة داخل الموقع بتتحدث عن هذا الامر. بعد كده كمان بيبدأ يديك روابط لباجز، يعني الشنطة نفسها تقدر انت تشتريها من على الانترنت ازاي، سواء المتعلقات اللي بتحطها جواها او لو انت عاوز تشتري الشنطة نفسها. وطبعا بيحط روابط افلييت، وبيديك اشكال مختلفة للشنط. طب لو انت واحد من الناس اللي بتعشق التصوير، مديك كاميرا كانون دي اس ال ار، وبيقول لك ان هو عنده كاميرتين، وبيبدأ يتكلم لو انت بتحب تصور. اكيد طبعا اللي مسافر دولة تانية لازم يحب ان هو يبقى معاه كاميرا عشان يبدا يتصور، او يتصور في مناظر طبيعيه واماكن معينه في الدوله اللي هو هيزورها. فمديك اسم الكاميرا والرابط بتاعها، اكيد طبعا بيكسب عمولات. لو انت شخص بتحب الاداره، عفوا، لو انت شخص بتحب القراءه، مديك كايندل، وبيقول لك طب ان هو بيقرا كتير، لما يقرا افضل كتب تلاقيها هنا، لو ضغطت هنا هتروح لمقالات فيها الكتب، واكيد طبعا روابط افيليت وهكذا. بيرفيوم، وبيبدا برضو يديك اشهر انواع البيرفيوم اللي هو اللي الشخص بيستخدمها، ومديك لينك اخر لهذه المقاله. يبقى انت المقاله دي هل هو راعى فيها الشروط السته اللي احنا قلناهم؟ طبعا انشاها على هيئه صفحه وليست مقاله، ما حطش غير الادوات اللي هو بيستخدمها بالفعل او بينصح فيها او نجحت معاه. بتحاول تحصل طبعا. طب واحد يقول لي هي منين يعني اعرف انها نجحت معاه او كده؟ اقول له ده صاحب الموقع نفسه او صاحبة الموقع نفسه اللي اتكلمنا عليه، اللي هم علي ومراته، مش فاكر كان اسمها ايه، او علي ما نعرفش مين فيهم الراجل ومين الست. المهم ان صاحبة الموقع نفسها، يعني حتى في صورة ليها وهي كانت بلبسة الشنطة اعتقد، اهي. فبالتالي يعني خلاص بتبدا الامور يبقى فيها نوع من المصداقيه، لما شخص يظهر للناس وصورته تظهر للناس والناس تبدا تعرف هذا الشخص، بيكون فيه نوع من المصداقيه. حاول تحصل على عروض حصريه، ما شفتش انا عروض حصريه خاصه بيه، بس دي مش لازم الناس كلها تنجح عليها. لكن لو عاوز تشوف مثال زي ما قلت لك هنا، كونفرتكت مثلا، الشركه دي اصلا ما بتديش ايام مجانيه خالص، لازم من اول يوم مدفوع، لكن انا لما كلمتهم قدرت احصل منهم على عرض خاص 14 يوم مجانا للناس اللي تسجل عن طريقي وهكذا. اذا انت ممكن تحصل على هذه العروض. بعد كده بيقسم صفحاتك لاقسام، طبعا هو عشان المجال واسع قسمها، مجال لو انت تحجز فندق ومديك الموقع تحجز منين، لو انت عاوز تحجز طيران منين، لو انت عاوز تحجز قطارات منين، لو عاوز تشتري شنطه منين، لو عاوز الكاميرا الكانون منين، لو عاوز كايندل وعاوز كتب منين. بعد كده بيستخدم إضافة بريتي لينكس أو في إضافات أخرى مشابهة ليها عشان تختصر رابط الأفليت، بدل ما يكون رابط الأفليت معقد. لأ، شوف هنا الرابط عامل إزاي، ramiizzat.com/rconvertkit، اللي هو طبعا الرابط اللي ظهر لك تحت، بيظهر لك هنا كده الرابط ظهر تحت، هو ramiizzat.com/r-convertkit. R عشان أنا حاطط يعني اللينك ده في صفحة، في صفحة resources اللي هي صفحة مصادري، عشان اعرف النقرات بتجيله قد ايه او بيحول قد ايه، ودي حاجه طبعا بتكون مفيده جدا ليا في التراكنج، عشان كل المعلومات اللي انت شفتها سواء في صفحه ادواتي اللي موجوده في المدونه بتاعتي انا، او في صفحه ادواتي وريسورسز اللي موجوده في صفحه موقع ترافل ميد سيمبل. عشان كده دايما بقول لك اوعى تبدا من الصفر، لانك تخيل لو انت عندك موقع سفر وبدات من الصفر، ممكن يعدي عليك سنه او سنتين بتبني في الموقع ولسه اصلا انت ما وصلتش لواحد على عشرة من جوده هذه الصفحه. لكن تخيل لما تكون انت متجسس قبل ما تبدا الموقع، وشايف كل هذه الروابط والمقالات وهذه الادوات، اكيد تقدر ان انت في خلال يعني اسابيع قليله يكون عندك صفحه ادوات احترافيه زي اللي انت شايفها قدامي هنا.
في نهاية هذا الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا وتبدأ بتنفيذ الواجب بتاعك دلوقتي، تبدأ بتنفيذ صفحة ريسورسز في الموقع بتاعك. حط بس مقدمة صورة تكون ملفتة، ويكفي قوي ان انت تحط يعني شيء او شيئين بس افيليت، تحط اداة او اتنين، ومع الوقت لو كل اسبوع بتبدأ تزود اداة واحدة، تخيل بعد 4 شهور مثلا 4 × 4 اصبح عندك 16 اداة انت بتسوق ليها. شوف، يبقى انت بدأت بواحدة بس في خلال 4 شهور، و4 شهور هي فترة بسيطة جدا، تبدأ تلاقي نفسك عندك صفحة ريسورسز محترمة جدا بتسوق فيها لحوالي 15 او 16 اداة، وده بيكون شيء اكتر من رائع. في نهاية هذا الفيديو أشكركم شكرا جزيلا، إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للاستمتاع بكل ما هو جديد وحصري على قناة رامي عزت لتعليم العمل عبر الإنترنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.